السلام عليكم وأسعد الله مساكم. ستنطلق بعد قليل مباراة منتخب جنوب أفريقيا ضد ناظره منتخب الراس الأخضر في مباراة تبدو قوية ومتكافئة. وكان المنتخب الجنوب أفريقي في الدور 16 فاز عن جدارة واستحقاق وسجل ثنائية نظيفة في شباك منتخب المغرب والذي أصبح ضعيفا جدا منذ إقالة المدرب حاليلوزيتش. ولا يملك أحفاد نيلسون مانديلا حلولا أخرى سوى الفوز للتأهل للدور النصف النهائي. ويمكن لكل الجزائريين مشاهدة هذه المباراة المهمة على القناة الأرضية الجزائرية.